ضحايا وأمام الدمار وأمام في أي عاصمات يعني. فكيف السبيل إلى تقديم هذه القضية؟ ما هل بالعودة إلى 48؟ هل بالحديث عن لا اليوم؟ نعم اليوم تحديدا. نعم يعني غزة لسه السنة من 2009 نحن غزة امبارح يعني من 3 سنين عدوان تموز من يعني أنا شخصيا بخاف حقيقة. هل أنا ما عندي مانع إني أدخل بالأدب في ودخلت في الأدب بهذا نعم. بهذا الاتجاه نعم. لكن بالتلفزيون وضمن هذه الرقابات وليس الرقابة الرقابات وضمن ربما عدم قدرة منتج ما على المغامرة يعني شروط السوق والهاي ب 200 مليون ليرة مثلا يعني نعم. 4 ملايين دولار أو شيء من هذا القبيل أو يعني نعم. في جملة عوامل بتخليك أنت أنه هذا الموضوع دائما في بالك بس دائما خايف أنك تقدم. نعم أستاذ نجيب وخصوصا يعني إذا قلنا نجيب نصير وحسن سامي يوسف كاتبان فلسطينيان من سوريا أم هما سوريان من فلسطين؟ يعني ملتبسة الأمور صح؟ كيف تشوفون المسألة؟ لا أنا بشوف أنه كاتبان سوريان من سوريا. كاتبان سوريان من سوريا. يعني إذا أخذت أنت التوزيع الإقليمي لا أنا فلسطيني ولست سوريان لكن فلسطين هي جنوب سوريا شئنا أم أبينا. يعني هي جزء من بلاد الشام. نعم. جزء لا يتجزأ. نعم. أوكي حاليا في شيء اسمه إسرائيل محلة. نعم. هذا أمر آخر. بس هي تاريخية يعني هي فلسطين هي سوريا. نعم أستاذ نجيب. يعني أنا بعتقد إنه فلسطين سورية ومسألة سورية. ما عندي أدنى هيك ولو شك بإنه هي لن تعود كاملة من البحر إلى النهر. ما عندي ولا شك بدها تعود كاملة وهي جنوب بلادي. عندك هالإيمان. هي جنوب بلادي وبلادي ما بتصير بلاد بلا ما تكون فلسطين. ما بتصير بلاد يعني مو على كيفنا يعني. فلسطين ما بعتقد انه كتبت حرف ان كان سيناريو ولا غير شيء ولا انه كان هذا الاستعمار اللي هو لا ما عاده شكله بسيط ما عاده صار الا هو عم بيطاردني حتى بالامتي حتى بكلمتي حتى بالرقابات حتى بالرقابات هدول هن هذا هي المطارده هي فلسطين. وما بعتقد باعمالنا نحن نسينا فلسطين. اللي بيراقب اعمالنا دائما بكل عمل بده يكون في شيء في هي الاشاره هي لا تكفي ولا هي بتشكل حاله وعي لانه اساسا الوعي ضمن هذا نعم. هي هو الوعي المزيف ما بدي نعم. وعي مزيف بدنا نشتغل نعم. سمعنا او قرانا ان هناك من يفكر بمسلسل عن حياه الشاعر الراحل الكبير محمود درويش. هل فكرتم بهالعمل او هل ممكن تفكرون في مثل هالاعمال السير وخاصه الاقتراب من سيره شاعر كبير مثل محمود درويش وانتم مهمومين؟ انا لا. نجيب يعني انا بعتقد يعني محمود درويش كائن هيك سري يعني هو يقرأ علاقتنا فيه هيك فيها نوع من الـ السحر خلينا نسميه او هيك هو الشعوذه يعني الشاعر بالاخير واحد مشعوذ فما ممكن محمود درويش هيك يقرب علي بصيغه دراما او بصيغه وخاصه كمان انا بخاف من صيغه التمجيد انه خلص قيمه ايجابيه كامله نعم من الرمزي الالف رمزي الى نعم. ما هو انسان في الاخير والاقتراب منه صعب صحيح. نرجع للسيناريو، من هم كتاب السيناريو العرب اللي بتحبوا تتابعونهم واللي بتعتبرهم هم علامات اليوم في الدراما العربيه سواء من مصر او من سوريا او من المحيط الى الخليج؟ وديتنا قبل شوي للرباط والبحرين. لا واكيد في كتاب سيناريو عرب مهمين ومهمين جدا في اسامه انور عكاشه بدون شك في محفوظ عبد الرحمن مصر من مصر كلاهما من مصر يعني محفوظ انا شفت في ربما كان اكثر كتاب سيناريو العرب صاحب مشروع كامل متكامل يعني الرجل في عنده في في وانا احترم هذا المشروع وانا تابعته يعني نعم. شاهدته وتابعته
فمن دون شك انه موجودين الكتاب. نعم استاذ نجيب. يعني انا بعتقد انه السيناريو كونه بيمرق بمراحل وهي المراحل لها علاقه بالتقنيه. وين مرحله اليوم؟ شو بتصنفها اليوم المرحله هذه؟ يعني وين رايحين احنا؟ مرحله محاوله الجراه اللي هي بدت من زمان وبعدها. نعم. طب شو تقييمك؟ خلينا نقترب شوي لسوريا، نرجع لسوريا، شو تقييمك لكتاب سيناريو سوريا اليوم؟ وظهرت ايضا قلم اقلام نسائيه يعني في الفتره يعني الاخيره. الكتاب السيناريو لك في كلمه بيحكوها المصريين عن دراما التلفزيون السوري انه هدول الشباب اللي بيعملوا من الفسيخ شربات. كثير حلوه الكلمه يعني. بعتقد انه كتاب الدراما بسوريا هن مغامرين وما بيحسبوا دائما نتائج عمايلهم واعمالهم. من هم المغامرين كتاب الدراما الشباب تسمي لي؟ يعني في كشباب مغامرين يعني, يعني تتوسم فيهم هيك نجيب نصير يا الشاب من شابة يعني في شباب يعني هلا عم يطلعوا كمان يعني مثلا اسماء يعني في عندنا ايمان سعيد عملت سنه عمل ظريف جدا تبع شو اسمه سحابة صيف الصيف سحابة صيف كان عمل ظريف وعمل يقارب المساله الفلسطينيه بطريقه من الطرق. في شباب في عدنان عوده ظريف عم يحاول يشوف البداوة بطريقة مختلفة كمان شباب مغامرين عمل فنجان الدم مع الليث. في كمان هو ناقصنا كمان بالكوميديا نحن ناقصنا كثير بالكوميديا. في هذا الشاب اللي عايش ببيلاروسيا كمان حمادة ممدوح حمادة كان يعمل كوميديا ونحن على فكرة بالدراما العربية الدراما كثير نكدة قليلة الكوميديا ما بيعملوا كوميديا. اشتغلتوا مع مخرجين كثر شو بتحكوا عن هالتجربة؟ يعني من الاسم اللي بيلمع اللي بتحبوا يشتغل على نصكم تحبوا تتعاونوا مره ومرتين وثلاثه في اسماء في ممكن أكثر في اكثر من اسم يعني في اكثر من اسم لا يعني في اكثر من اسم ممكن انا اكثر من ضيف يدخل اليوم الاستوديو في ضيوف برتاح لهم وبحبهم لكن مجرد ما يغادروا الاستوديو خلاص ما بتمنى يرجعوا لبيتي حتى لو لطيفين وجيدين وظراف لكن في اشخاص انا بحب اكرر معهم لا انا لا اتحدث عن اللطافه والظرافه لا قصدي يعني لا انا بمستوى الضيف انا عم بقصد أنا بس انتوا على مستوى المخرج انا اقصد على مستوى المخرج في اكثر في اكثر من شخص حقيقه يعني نعم مثل سمي لي ليث حجو هشام شربجي موافق نجيب الضيف عليه احنا بالدقائق الاخيره لان ليث وهشام هذول من فهد ميري انا بكل سرور انا بعيد التجربه معهم يعني ليث انا بتمنى دائما يكون هيك في صيغه تعاون معنا لانه عنده جواني عالي عنده جواني عالي وكبير. نعم شو تقييمكم طبعا هو بس ملاحظه هو اللي عمل نعم. الانتظار ايه وفي نقطه ارجو انه يشوف البرنامج او انا هو اعتذر عن زمن العار وأنا إلى الآن لا أعرف لماذا وكان بودي لو عرفت لماذا اعتذر عن إخراج زمان العار هل هذا يعني أنك أنت كنت تحبب يعني ليث طبعا عوضا عن أستاذ رشا طبعا ليش شو المأخذ على رشا شربجي مسألة مأخذ لا هي مسألة تطالع من الموضوع لا هي مسألة لا بغض النظر طالع ولا داخل يعني مسألة مش بس مسألة انه انت يعني ليث رؤيته البصرية وقدرته على الرؤية الكاملة للعمل الشمولية انا بتهيألي اعلى استاذ نجيب بتتفق معه؟ انا بتفق ايه انه ليث يستطيع ان يقرأ الجملة والتفاصيل يعني بيقرأ المشهد بيقرأ اللقطة وبيقرأ العموم وبيعرف يوظفه بعتقد كان يعني في نوع من التناغم بيناتنا نعم. بالانتظار كنص مو كأشخاص كنص نعم. ومخرج طيب شو تقييمكم لفكرة الجوائز يعني نحن نعرف بأن هناك أحيانا ظروف ومواضعات يعني كثيرة أحيانا تقود عملا دون غيره إلى الجائزة يعني لفتت نظري عبارة الأستاذ نجيب بس
آخر مقولة بقولها لك، قلت لو بتحبني كنت أعطيتني الجائزة. يعني في موجة من الانتقادات كثيرة. أنا هي قيلت لي قيلت لي وقت كنت عضو لجنة التحكيم بأدونيا. نعم أسوأ هذا بالأخيرة. عم نختم أنا ثواني الأخيرة راح بالجوائز كون نجيب حكي عن الجائزة. أنا برأي أسوأ ما في أدونيا سابقا هو لجنة التحكيم. معي صديق نجيب كان فيها مرة ومرتين. أنا برأي أسوأ ما في جائزة محلية إنك تعملي لها لجنة تحكيم محلية. إلا إذا كما حصل السنة هاي أن يكون الاقتراع سري. لأنه أنت لما بتشكلي لجنة من 5 أشخاص يكفي وجود 2 أصدقاء أو متفاهمين لحتى أنه يضبطوا جوائز كما يريدون. وما يعود في موضوعية ما تحكم مسيرة هذا العمل. العمل أقصد الجائزي. شو رأيك أستاذ نجيب؟ يعني أنا هو مشارك بالجريمة. لا هي المشكلة يعني مفهوم الجواز حتى غريب علينا نحن كمجتمعات وكمثقفين وكمجتمع مثقفين كأولاد مجتمع. غريب علينا ما عم نفهم أنه في جائزة واحدة وفي 40 مبدع. وهذا قد يكونوا يتساوها قد يكونوا متساويين. وفي جائزة واحدة فبتلاقي في هناك نوع من الغضب على أنه فلان أخذ الجائزة وأنت السبب اللي ما حط أنت لو بتحبني كنت حطيت لك. لا مع ذلك جائزة محلية لا يجوز أن يكون لجنة تحكيم. أنا والله أنتوا راح تختلفون في الأخير. أنا ما بكم تختلفون. شرفتوني بحضوركم معي بالاستوديو في محاور كثيرة كان ممكن نتكلم فيها. إن شاء الله نلتقي مرة ثانية نتكلم عن أشياء أخرى. إن شاء الله يصير عندي برنامج عن الكتابة. شكرا لكم، شكرا لحضوركم معنا، شرفتوني حقيقة. شكرا لكم وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. نشكركم على حسن المتابعة. نلتقي في الأسبوع القادم وضيف وحقل إبداعي آخر. نلتقي مع بروين حبيب.